كل فرحنا دانين يا تهلب واولاد صوت الفرحنا دانين يا مولد الخير الخير مولود خير القول. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. والحمد لله تعالى رب العالمين، وأفضل صلاته وسلامه على نبيه العظيم محمد وعلى آله الهداة الميامين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي، وأنتم تجتمعون في هذا المقام الشريف في هذه البقعة المباركة من بقاع الله الكريمة، حيث حضرة علي عليه السلام، وأنتم تحتفون بولادة ولده العظيم سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. نبارك لكم حضوركم هذا، نبارك لكم ولاءكم لعلي والحسين، لمحمد وفاطمة والحسن عليهم السلام أجمعين. خير ما نبدأ به حفلنا وفرحنا هذا قراءة القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ شبر معلة، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة
جنات ألفافا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. أوقد لشعبان من عينيك شمعته، وقل لقلبك كن صبا وكن ثملا، إن لم تغني بميلاد الحسين فمن سواك يشعلها من شعره غزلا. كلمة سماحة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة يتفضل بها الشيخ ضياء زين الدين متكئا على الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمين الله في أرضه، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليكم يا أبناء الحسين، يا خدمة الحسين، يا محب الحسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، ويجعلكم إن شاء الله من خدمته الحقيقيين والذابين عنه الصادقين في قولكم في زيارتكم له يا ليتنا، أو زيارتكم للأنصار يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من هو الحسين؟ الحسين لا نعظمه فقط لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نعظمه لأنه ابن علي فقط نسبا، وإنما نعظمه لأن الله سبحانه وتعالى قد اختاره شمسا ساطعة من شموس الإمامة بعد أبيه وأخيه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحسين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وقال الله فيه وفي أهل بيته الكرام، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، والحسين نفسه الذي يقول فيه رسول الله: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إذن هنا تأتي مسؤوليتنا نحن في حبنا للحسين، أحب الله من أحب حسينا. ما هو هذا الحب الذي ينبغي لنا أن نحب الحسين فيه؟ هذا الحب الذي نجعل من الحسين هو مصباحنا في حياتنا، هو نورنا، هو هدانا الذي نقتدي به ونمضي به في غياهب الحياة. الحسين هو الذي ينبغي أن نعلم بأن ولايته وإمامته هي النجاة لنا في حياتنا الدنيا. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة
وهذه العبارة يشير بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قولته الخالدة: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها ماذا؟ غرق وهوى. إذن فهناك ضلال وهناك هدى، هناك نور وهناك ظلام، هناك نجاة وهناك هلكة، هناك وهناك. وحينئذ على الإنسان العاقل، على الإنسان المؤمن، على الإنسان الذي يريد لنفسه أن يمضي في سلم الكمال، أن لا يختار إلا طريق النجاة. إذن فهذا هو الحب الحقيقي الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا. الحب الذي يجعل من الحسين هو النور الذي يهتدي به الإنسان في الحياة، يجعل من الحسين هو السفينة التي يركب فيها من أجل أن يحقق لنفسه تلك النجاة في الدنيا وفي الآخرة. إذن فلا بد أن يجعل من الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو النبراس الحقيقي، ويتخذ من كلمات الحسين ومن مواقف الحسين ومن هدايات الحسين نهجاً قويماً في الحياة يمضي بها في أخلاقه وفي سلوكه وفي أعماله، وقبل ذلك كله في عقيدته، لكي يتم الكمال على نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحب الحسين مثل هذا الحب، وسار على هدي الحسين وركب في سفينة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكي ننجو عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يعيدكم جميعا إن شاء الله محبي الحسين والمقتدين بالحسين والسائرين على نهج الحسين، فرحين مسرورين في اتباعكم للحسين صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا، والنائلين شفاعته في الآخرة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا لسماحة الشيخ، شكرا لكلماته الطيبة. اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعلنا من السالكين في طريق الحسين عليه السلام. يولد المصطفى، يولد المصطفى بوجه حسين، تولد الأرض حوله والسماء، يولد الأنبياء في مقلتيه، إن أبعاد مقلتيه بقاء، يثرب كانت البداية للعشق وسارت بإثرها كربلاء. وإلى قافلة القافية والشعر والشاعر حيدر الرزاق، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. جاد الغمام فسال فوق مرابعي، وشد الزمان فهز في مواجعي. جاد الغمام فسال فوق مرابعي، وشد الزمان فهز في مواجعي. أنا دوحة تحكي ابتهال مواسم، أنا دوحة تحكي ابتهال مواسم، قد حاصرت بالخصب فيض مدامعي. أنا قصة ما كان يروى مثلها، حين ازدهت أحداثها بمطالعي، حتى تمخضت الشموس بموكبي، فولدت من فجر الربيع اليافعي. أزلية خفق الوجود بخافقي، أبدية شهد الخلود صنائعي. نزفت جراحي باللهيب فأحرقت، جلد المنايا حين لان لطامعي، وتعلقت هذه الرمال تشدها، مهج تشظت من دماء أضالعي، وتشابكت فوق المنابر أذرع
علوية خطت حروف بدائعي. الله أكبر رددته جوامعي، فالأفق أزهر بالصباح الساطع. شعبان ذا شهر المسرة قد زها بشذا الوليد على فصول روائعي. كانت لمولده الطفوف كواكبا، كانت لمولده الطفوف كواكبا تعلو بنجم للهداية لامعي. هتفت به الأرجاء تعلن عزمها، الموت أولى من زمان خانع، الموت أولى من حياة مرة تعطي اللئيم عطاء عبد خاضع. هتفت به الأرجاء تعلن عزمها، الموت أولى من زمان خانع، الموت أولى من حياة مرة تعطي اللئيم عطاء عبد خاضع. ودم على شفة المروءة باسم يجري، وأيم الله ليس بضائع. ترتاع من همم الدهور ذليلة ما بين دهر ساجد أو راكع. أنا كربلاء، أنا الحسين، أنا رؤى تحدو بركب المستجير الضارع. لملمت ثكلي، لملمت ثكلي تحت جرحي حينما قطعوا على عطش الحسين منابعي. صلوا على محمد. شكرا للأخ الشاعر حيدر الرزاق على ما قدم من جمال وإبداع. قالوا أضاء على كف النبي سنن، قالوا أضاء على كف النبي سنن، له من الله أخلاق السماوات، له بعينيه بستان وفي فمه نهر وفي يده بعض الحكايات عن كربلاء وبعض من مشاهدها كزينب وهي شلال العذابات. وكان يسأل ما عباس ما عطش، جدي رجوتك أخبرني عن الآتي. وكان حزن رسول الله يخبره يا طفل أنت نبوات النبوات. وإلى النغم الحسيني الكريم والرادود علي العكراوي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السادة الحضور، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأيامنا بمناسبة حلول شهر شعبان المبارك، والذي فيه مواليد أبطال كربلاء، فبحقهم صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. مقطوع في حق الإمام الحسين. قدمت وعفوك عن مقدمي سلام لمثوبتك.
محرمي قدمت لأحرم في رحبتك سلاما سلام لمثواك من محرمي عشقت انا الدور على الشعبي ها عشقت انا عشقت انا عشقت انا لحسين من الزغر بجنون او على حبش كثر هالناس لاموني وحبيت محبة يوسف اليعقوب محبة يوسف اليعقوب وهم مثل عمية وراح عيوني وذا يعقوب جابوا للقميص وطاب وذا يعقوب جابوا للقميص أبطار الحسين أنا أبطار الحسين أنا أبطار الحسين يطيب عيوني السلام عليك مهوست للإمام الحسين شم هوسه بس ترد وراي المستهل الله يبارك فيك ان شاء الله يقول ليلة مولدك ليلة فرح وامجاد تهتف شيعتك باسمك يا بول لا اريد اعلى
أريد أعلى سمع الإمام علي. ليلة مولدك ليلة فرح ومجاد، أو تحتف شيعتك باسمك يا أبو السجاد. ندع الله الفرح، ندع الله الفرح يتجدد وينعاد، نحييها كل ذكرى بحبك، نحييها نحييها كل ذكرى بحبك، نحييها نحييها كل ذكرى بحبك. يقول انت الروح انت وتظل نور العين، وانا على القلب كاتب بدمي، ايش كاتب؟ احسين بميلادك فرح واضح على الكونين، اتباهى باسمك بالمحشر، اتباهى اتباهى باسمك بالمحشر، اتباهى باسمك بالمحشر، اتباهى. موفقين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وارجو المعذره عن الاطاله. الله يبارك فيك. شكرا للاخ علي العكراوي على ما قدم من ابداع. ونعود الى القصيده والقافيه، والشاعر الاستاذ معن الطريحي يتفضل مستقبلا بالصلاه على محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تبارك نور طلعتك البهاء، وكبرت الملائك والسماء، وهاب لركبك الموتور مجد، وهاب لركبك الموتور مجد، تصاحبه المكارم والثناء، وزلزلت العوالم والرواسي، تحكم في خلائقها القضاء، غدا تهفى طلائعها خفافا، تراودها المواقف والفداء، ترافقها العهود إلى وفاء، بها همم يناشدها حداء، نداء الحق والأقدار تمضي على قدر يعاهدها الإباء، يدك مضاجع الطغيان جود، وجود النفس يصحبه العطاء، سماح جاد بالأرواح عزما على أمد القرون، له مضاء فيا لك من عظائمها، سخي تحييك العظائم والسخاء، تجر بصحبك صيد الغوالي، طلائعها الكرام الأوفياء، فتبتهج القلوب لكم حنانا على أوتارها، عزف الولاء نذيرا للطغاة، وثيق عهد به علق الهدى والاقتداء، ينازلها إباء من علي، تطاولها الكواكب والعلاء، ويسخر بالحراب إذا استطالت مواقفها
متى سنح اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الطريحي على ما قدم من قواف جميلة في رحاب الحسين عليه السلام. مسك الختام أيها الأحبة سيكون على يدي الشاعر حميد الكعبي والرادود فاضل الجبوري في ثنائي حسيني، نستقبله ونستقبلهما بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم ونبارك لكم ولادة الأمل، ولادة الوسيلة إلى الله، ولادة سفينة النجاة. فبحبهم صلوا على محمد وآل محمد. إن السلام بداية المتكلم، فعلى الكريم البدء بالتسليم. فسلامي للجلاس عنا حاضرا، وأخص بالتهنئة والتكريم، وإلى الحضور بكل ذي خواطر طلبا أقدمه لكل حليما، وأخص في طلبي بذكر محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. نسيم الحسين، نسيم الحسين، ندي نادي. نسيم الحسين، نادي النادي، نسيم أبي من المولد، شذا أفق نجم على راحتي، أهذي شذا أفق نجم على راحتي، أهالي يمينك أمذيدي، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقاع، وعفرت خدي بحيث استرى خد تفرى ولم يرعي. يا شريف الدين، يا شريف الدين، يا شريف الدين. اليوم الحور جت بهيئة الأفراح، اليوم الحور جت بهيئة الأفراح، من الفردوس جت بنسان فواحة، تبشرنا ونزل وياها جبرائيل، تبشرنا ونزل وياها جبرائيل، هز المهد بيد بروح مرتاح
وهز المهد بيده بروح مرتاحه ومسح فطرس بجنحه مهد بالاحرار ومسح فطرس بجنحه مهد بالاحرار وباسم حسين صاح ورد الجناح وباسم حسين أحب قالوا انت منين شافونا على حبك شايل كتابي شافونا على حبك شايل كتابي قلت لهم عراقي قلت لهم أنا قلت لهم عراق وطبع طبع حسين ما بدل ذهب بتراب كذابي قالولي خل ترابك والثمن موجود قالوا خل ترابك والثمن موجود صحيح ما رقبتوا خلوا تراب حصوا بحلق النواصب أبد ملاج أو دمنا بطينة الأحرار ملاج فلالي حو علينا حسين علينا حسين فلالي علينا حسين علينا حسين علينا حسين هاي الليلة استجابة الدعاء فطرس هاي الليلة ردت للجنحان فأنت أخذ حاجتك وأنا أرجو من خادم الحفل العريفة أن ينطينا شوية مجال خدامكم إن شاء الله فلاليح وعلينا حسين ملاج أريدك وياي ملاج وزرعنا رواح وزرعنا رواح برض الغابري انت غاية ما اطل عليك جسد واحد حسب مشاركتك بعد واخذ حاجتك الله يحفظكم انت غاية وانت راية وانت يا حسين الوسيلة وسيلتنا إلى الله إن شاء الله انت نبض قلوبنا والله يا محبوبنا انت نبض قلوبنا والله يا محبوبنا وانت يا حسين يا حسين يا حسين الوسيلة جزاكم الله خير انت غاية انت آية وانت يا حسين الوسيلة وانت يا حسين الوسيلة بهيئة الدعاء انت غاية وانت راية وانت يا حسين الوسيلة انت يا حسين الوسيلة انت نبض قلوبنا والله يا محبوبنا انت نبض ايه وانت يا حسين يا حسين يا حسين الوسيلة وانت يا حسين بيدك بيدك حسين يا حسين الوسيلة احنا سميناك غاية وانت غاية كل محب ولو ما زرنا ضريحك انت ساكن بالقلب انت المجتهد بحساب يوقف لمن للجنة يطوب المجتهد بحساب يوقف لمن للجنة يطوب واحنا موكب
يجب ياده وتنتظرنا على الدار تنتظر من قلبك تنتظرنا على الدار احنا سميناك ضايع وانت غايتك المحيب ولمن ما زرنا ضريحك انت ساكن بالقلب انت ساكن المجتهد بحساب يوقف لمن للجنة يطوب واحنا موكب يجب ياده وتنتظرنا على الدار تنتظر ها خطوة خطوة وياك نمشي بهيبة لنطبة جليلة بهيبة والطبة جليلة تنورين دروبنا والله يا من قلبك تنورين اي والله يا اي وانت يا حسين يا حسين يا ما نشوف الايادي ها وانت يا حسين يا اي سمع الامير المؤمنين انت غايه انت غايه وانت رايه وانت يا حسين الوسيله وانت يا بارك الله الزهره موجوده انت نابض قلوبنا والله هاي الاصوات بعد جسد وانت نابض ها وبعد وانت يا حسين يا حسين ايه وكل من يحب عليك يفا وانا رشحتك حبيب لان شفت الشمس تنزل وانت مشرق ما تغيب وانت مشرق ايه تصدقت بالخنصر انت قربة لا مو سليب تصدقت بالخنصر انت قربة لا مو سليب وانا كلي جروح تنزف ومن نطب يمك اعطيه من نطب ايه خصك الله بهالكرامة وهذه ابدا مو عجيبة وهذه ابدا مو ايه وبيك تجلي كروبنا والله يا ايه وبيك تجلي كروبنا ها انت يا حسين يا حسين يا حسين المراية تعكس شبيها يصير والبشر مفعالة يعكس واقعه والوجه لو ما إلك شوفة حماة يصير للهبة ودبة مصفعة يعني لو مو صوت الحسين وفداء صوت حي على الصلاة ما نسمعه حسين شاف أحروف قرآن ولد وقايضوه بنحر طفلة ومصرعة رمى دم طفلة صدر وجه ندوب وحمى سورة طلهور والواقعة حسين شاف القابل أمام السراح وشاف وشاف بالمحشر مكانه وموقعه بجد عين الرحمة من شاف العذاب وعلى القاتل عينها هلت دامعة ويا سيوف الدين نادى بكل ثبات وحمل إنسانية جسمه الوزعة حسين شاف الناس يمجد ما تطيح تطيح ميتة والأرقاب مقطعة عرف جبرائيل ويا بالقتال وفطر سيحاميك جنح الرجعة بالمهد يم حضر ويلون فيه بالحرب معقولة ما يحضر معه بالمهد يم حضر ويلون فيه بالحرب معقولة ما يحضر معه حسين أهدى النفس للبار الجليل وهالجميل البار راضي رجعه بيت ثامن كربلاء خلى الحسين
ويمه زمزم ثاني نهر المشرعة، وخلى قبره يصير كعبة كعبة، وكل خميس يمه ينزل بالكرامة يرصعه. حسين حس الدين بارية بخطر، حسين حس بدية راح بمشكلة، فزع والفزع عليه من المشرعة، لقى راية الدين متوسط التراب، ولقى جفين الهداية مقطعة، انقدمه حتى للراية يصير سارية، وجف ولواء ومدرعة. احنا ندري الموت يذبح ما يموت، احنا ندري الموت يذبح يذبح ما يموت، والله نحر اللي ينقطع ما يرجعه، ومرة وحدة الموت ما تبكربلاء، ومرة وحدة الموت ما تبكربلاء، ونحر واحد ينزف ويقرأ الدعاء، وراسه من فوق الرمح مردد وياه. هل علمتم والخلائق تسمعه؟ حسين خالد عدنا واحنا ضارين 1400 عام بايعة لقضاء الحوائج. يا من ما ترد واحد اجت عناك، ولا سديت بوبك دومهم شرعة، يا ابو خمسة ابواب الناس تتعناك، وبجودك يا حيدر تمسح الدمعة، الأرامل واليتامى أو دمعة المظلوم لاذت بيك، وانت فزعتك فزعة يا عم المضايف، نعم بيها اللي يأمر المعروف، والناس على طيبة وجودها منشعة، وانا عفت المضايف والمضيفك جيت، أو فرشت ثياب صبري بنفضة الربعة، علي واللي يعتنيك شلون ما يرتاح، والشدة بضريحك تنقلب وسعة. وإلى باب الحوائج أبو الفضل العباس الهوسة أطنع الجماعة طبعا، يقول كل مولود عاد بإذنه يقروله، كل مولود عاد بإذنه يقروله، آذان وإقامة السنة موصولة، بس عباس بس عباس كلمة عهد ضافوله، إيش قالوا له؟ عباس اختك لا تنساها، عباس اختك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي نبارك لكم مولد الحسين عليه السلام، سنبقى معكم نتناول ما رزقنا الله تعالى من طيبات، فكلوا واشربوا هنيئا لكم أيها الأحبة، ونحن في رحاب العظمة رحاب الحسين، والمائدة مائدة عظيمة تفتح لكم ذراعيها. وأشكركم وحياكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.